الألياف العضلية تكون مرتبطة موتور نيورونز أقل من الألياف العضلية السريعة. الموتور نيورونز هو امتداد الجهاز العصبي المركزي عندك، يتفرع منه عصبونات، تروح هذه العصبونات إلى الليفة العضلية عشان تعطيها السيجنال لعملية الكونتراكشن أو الانقباض، لأن عملية الانقباض تبدأ بالدماغ، بالكورتكس يتم يصير انشيشن حق السيجنال، تروح حق العضلة يصير لها الانقباض، ما تصير لها انقباض مني والدرب، الدماغ هو المتحكم. عشان لا ندخل تفاصيل مش محتاجينها حاليا، تركيزنا بالأول على الألياف العضلية بطيئة الانقباض. هذه الألياف العضلية بطيئة الانقباض تستطيع انها تعمل لمدة طويلة، لذلك تلقاها متواجدة مثلا بالرقبة انت او عضلات الظهر السفلية عشان البوستشر تمواقف. يعني هذه العضلة تعمل انقباض عضلي طوال اليوم، انت طول اليوم واقف رقبتك مو ما تطيح كذي تطيح كذي تطيح واقف رقبتك، هذه العضلة قاعد تسوي انقباض على مدار اليوم عشان المحافظة على القوام انك واقف. فهذه العضلة او هذه الليفة العضلية تستطيع العمل لفترات طويلة جدا. الحين واحد يقول لي ممكن ابو مهدي شلون تقول عضلة الرقبة قاعد تسوي انقباض طوال اليوم وهي ثابتة ما تتحرك؟ يعني باغلب مثلا الحين انت قاعد تتكلم ثابتة، هل هناك انقباض؟ نعم، لان هناك نوعين من الانقباض، هو مو موضوعي الحين. عندنا الايزوتونيك والايزومتريك. الايزومتريك العضلة تقوم بعملية الانقباض من غير لا يصير لها استطالة او انه يصغر شورتنينج، انه تصير اصغر. ما بدش بهالموضوع الحين، لحنا نتكلم عن عضلات بطيئة الانقباض. هذه العضلات بطيئة الانقباض جسمك يعمل لها الريكروت اول شيء، يعني الانتنسيتي قليل جدا. لما تمشي جسمك يعمل لها طلب، لما تمشي اي مجال حركي منخفض الشدة جسمك يناديهم. فهذه الألياف العضلية جسمك يعمل لها ريكروت باللو انتنسيتي والبرولونج اكسرسايز او برولونج ديوريشن اوف اكسرسايز، لما يكون مدة التمرين طويلة جسمك يعمل طلب على هذه الألياف. ليش؟ هذه الألياف لها مواصفات مختلفة عن الألياف الأخرى، لذلك جسمك يقوم بتوظيفها بما تحمله من مواصفات. أحد هذه المواصفات هو تواجد الميتوكندرية فيها، وكذلك الأوعية الدموية بكثرة. لذلك لو نشوف لونها يكون لونها مائل إلى الإحمرار. هذه عضلات تستطيع أن تعمل فترات طويلة، تعمل انقباضات لفترات طويلة، ولكن انقباضها بسيط جداً. ليش انقباضها بسيط؟ لسببين. السبب الأول أنها مرتبطة بموتور نيورونز أقل، العصبونات المرتبطة فيها أقل، فالسيجنال اللي قايل لها أقل، فالتردد أو الفريكوينت مال السيجنال أقل، لذلك البيك مالها أقل. والشغلة الثانية تواجد البروتينات مثل الATPase اللي يقوم التحرير الطاقة يكون أقل متواجد بهذه الألياف العضلية. فهذه الألياف العضلية تلقاها متواجدة عدائين المسافات الطويلة أو رياضيي التحمل. هذه العضلات ما يصير لها هايبرتروفي بشكل كبير جدا. يعني إذا أنت واحد تبي تعضل وتمرينك مدته وايد طويلة وشدته قليلة ما راح تعضل. حلو، الحين لنفرض أنت كنت قاعد تمشي بعدها قمت تهرول فزادت الشدة، فجسمك محتاج انه يوظف الياف عضلية قادرة على اداء هذا التمرين او هذا الاداء الحركي، ان انت قمت تهرول يعني انت محتاج عضلة مرتبطة بعصبونات اكثر، قادرة على بيك اعلى، قادرة على تحويل الطاقة بشكل اسرع. فهني
الياف العضليه بطيئه الانقباض ما راح تكون كافيه. فجسمك انا قلت بالبدايه يعمل بشكل سيكوينشال، فراح ينتقل من التايب 1 او من العضلات البطيئه الانقباض الى العضلات سريعه الانقباض، اول نوع منها اللي هو 2A، فراح ينتقل من تايب 1 الى تايب 2A ويستدعيهم للعمل. الحين بما ان انتقلنا الى التايب 2A، شنو الفرق بينها عن التايب 1 او العضلات بطيئه الانقباض؟ الفرق ان هذه العضلات الالياف العضليه قادره على استخدام الطاقه المستخلصه من الكربوهيدرات. اذا تذكرون من اسبوع ممكن تكلمت عن نظم الطاقه وقلت ان عمليه تحويل او تحلل السكر، عمليه تحويل الكربوهيدرات الى ادينوسين ترايفوسفيت عمليه اسرع بكثير من عمليه تحويل الدهون الى ادينوسين ترايفوسفيت، او عمليه الريجنريشن حقه عشان يكون المعنى ادق اكثر، لانها مش تحويل ولكن هي ريجنريشن. التايب 1 اللي تكلمنا عنها بالبدايه لان فيها ميتوكوندريا وايد، فالالياف العضليه بطيئه الانقباض قادره على توظيف الدهون واستخدامها كمصدر للطاقه. لذلك هذا احد الاسباب انه يخلي هذه الالياف العضليه قادره على العمل على مده طويله، لان عندها وقت للتفاعلات هذه. سبق ذكرنا احنا لاستخدام الدهون كمصدر للطاقه هناك عده تفاعلات، فتحتاج وقت طويل، مو نفس لما نستخدم الكربوهيدرات كمصدر الطاقة محتاج 10 أو 11 تفاعلات لا أكثر. فتصنف الألياف العضلية بطيئة الانقباض تحت التمارين الهوائية بشكل أكبر. ذكرنا أن فيها ميتوكوندريا أكثر. انزين عشان لا نطلع برا الموضوع، نرجع حق نقطتنا ألا وهي أنت كنت تمشي بعدها قمت تهرول. من قمت بعمل الهرولة هذه جسمك يحتاج ألياف عضلية انقباضاتها نرجع حق نقطتنا ألا وهي أنت كنت تمشي بعدها قمت تهرول. من قمت بعمل الهرولة هذه جسمك محتاج ألياف عضلية انقباضاتها أسرع، بيكها أكثر، مرتبطة بنيورون موتور أكثر، فيها أتيبيز أكثر، تستطيع الحصول على الطاقة بشكل أسرع. فراح شوي يقط الألياف العضلية بطيئة خليها على جنب، يدق تليفون على الألياف العضلية سريعة الانقباض تايب 2A، لأن بيكا أعلى، ولأن هذه الألياف لأن فيها ATPs أكثر وبروتينات وإنزيمات قادرة على إنتاج الطاقة بشكل أسرع. فأنا ليش أروح حق هذه بطيئة؟ هذه أسرع، تعطي انقباض أسرع وبيك أعلى، فيتم استدعاء هذا النوع من الألياف العضلية. هذه الألياف العضلية صايرة بين البينين، يعني بين التايب 1 والتايب 2X، بينهم عندهم تملك مواصفات بين الاثنين. هنا يكون لما يكون تمرينك عالي الشدة ولكن مو للبيك، يعني مثلا سبرنت 400 متر سبرنت 800 متر، هني ما تقدر تطلع البيك مالك. هذه العضلات تستطيع ان يصير لها هايبرتروفي تقريبا على حسب بعض الدراسات اللي اطلعت عليها 30% يكبر حجمها، يعني حجم العضلة يزيد الى 30% من حجمها الاصلي بواسطة تمارين المقاومة. اذا زادت شدة التمرين الى قريب الانهيار العضلي، اعلى جهد اعلى شدة، هني الجسم محتاج انه يستدعي الياف عضليه سريعه الانقباض ذات بيك عالي جدا ومرتبطه بالموتور نيورون اكثر عشان الفريكوانسي يكون مستمر
عشان العضلة تتم منقبضة بشكل كبير. فهني جسمك يعمل شيفت، يعمل شيفتينج من التايب 2A إلى التايب 2X. تايب 2X هذه الألياف العضلية قادرة على النمو أو الهايبرتروفي بمقدار يصل ويتجاوز 100% من حجمها طبيعي. فأنت كلاعب كمال أجسام تبي تستهدف هذا النوع من الألياف العضلية. طبعا الرياضيين على اختلاف رياضاتهم راح يختلف تقسيمة الألياف العضلية بأجسامهم. يعني السدنتري واحد ما يتمرن مثلا راح يكون تقريبا 50 ألياف عضلية بطيئة انقباض، 50 ألياف عضلية سريعة انقباض بكل عضلة. مثلا خل نروح ناخذ بايوبسي حق عضلة الكوادرايسبس، تلقاها العضلة منقسمة إلى قسمين، شوي بطيء شوي سريع، تقريبا استيميشن هنقول 50-50. حسب تمرينك راح يتغير تكوين هذه الألياف العضلية. مثلا اخترت انك تكون رياضي تحمل وتلعب قاري بعد لمسافات طويلة، بعد فترة لو تاخذ بايوبسي راح تشوف انه تغيرت الليفة العضلية بالكوادرايسبس. التغير هذا نسميه adaptation، راح تشوف جسمك صار بهذه العضلة اللي كانت 50-50 تشوف انه صارت تايب 1 او العضلات بطيئة الانقباض اكثر بكثير من عضلات سريعة انقباض، لأن جسمك ما قام يوظفها بشكل كبير. لما نروح حق ويت ليفتر هذا اللي يشيل وزن وايد يطق تكرار واحد، لو راح نشوف ونعمل نفس الموضوع هذا لأي عضلة يقوم بتوظيفها بشكل كبير بتمارينه وكيفها مع نوعية تمرينه، راح تشوفنا التايب 2X والتايب 2A أكثر من التايب 1 بعضلات هذا الرياضي. فنوعية التمرين راح تحدد أنت شنو راح يكون عندك ألياف عضلية. طبعا هناك عوامل أخرى مثل الجنس والعوامل الوراثية وغيرها، هذا الحين إحنا لذلك أنا كرياضي ألعب رياضة المقاومة مثلا وهدفي هو زيادة الكتلة العضلية بالمقام الأول، أحط في بالي أن أنا استهدافي نوعين من الألياف العضلية تايب 2A وتايب 2X وأصب كل تركيزي على التايب 2X. فمن بين فنية وأخرى إذا قمت بإدخال تمارين تدفعك للانهيار العضلي أثناء التمرين أنت راح تستهدف الـ 2X بشكل كبير، وبذلك راح تحفز عملية المسل هايبرتروفي بشكل أكبر، والمحصلة النهائية تكون ان انت بنيت كتلة عضلية اكثر، ان هذه الالياف قادرة على النمو بشكل اكبر من حجمها الطبيعي بكثير مقارنة مع الالياف الاخرى. لذلك يكون الجواب وخصوصا اللاعبين المتقدمين باللعبة شوي اللي صار لهم سنة فاكثر يلعبوا رياضة المقاومة، توصل حق زيادة الكتلة العضلية. طبعا العوامل الأخرى مثل النظام الغذائي وغيرها شوي مو موضوعنا حاليا، موضوعنا بالتمرين. لازم يكون جزء من نظامك التدريبي هو الوصول للانهيار العضلي، يعني تقوم بعمل جولة انهيارية. شنو يعني؟ يعني أنت غير قادر على عمل تكرار واحد زيادة بشكل ان يكون اللود مناسب، يعني ما تروح تجيب لي 1 كيلو وتسوي 390 الف تكرار، لازم تكون مدة زمنية قليلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.